يا شباب انتوا من الحجر ها والله داخل جري باري يا حرام بسم الله النار لا يوقفوا النار لا يخفى على احد أننا ننبأ بكارثة إنسانية كتير كبيرة بسبب الحصار المطبخ على مدينة حلب منذ أكثر من 3 أشهر. طبعا الوضع الإغاثي والغذائي بالمدينة هو وضع سيء جدا في الفترة في الآونة الأخيرة وفي الفترة الآنية. حسب علمنا بالموضوع الإغاثي وحسب استبياناتنا من المنظمات تبين أنه أكثر المنظمات أو نحسن نقول كل المنظمات نفدت عندها المادة الغذائية المعونات سلة الإغاثة سلة غذائية طبعا طبعا مدة 3 أشهر كافية لأنه ما يتم عند المنظمات شيء بسبب أنه هي بتوزع بشكل دوري وبالتالي فنفدت المادة الإغاثية مثل ما قلنا. بالنسبة لموضوع الاستهداف المستمر لطيران النظام وحلفائه للمستودعات خصوصا مثل المستودعات الحيوية مثل مستودع البذار والأسمدة اللي تم استهدافه منذ أسبوع تقريبا وخرج عن الخدمة طبعا استهداف بعض المستودعات الغذائية السلة الغذائية كمان أدى إلى نقص في المواد الغذائية في الفترة الأخيرة. هذا الشيء يعني قلنا أنه هو بينبئ بكارثة إنسانية حقيقية يعني بدأت تظهر أمراض سوء التغذية ونقص التغذية عند الأطفال وعند كبار السن ولاحقا لا سمح الله راح تظهر حتى عند الشباب يعني المناعة بتخف عند الشعب بشكل عام. هي الأمور كلها متعلقة بالغذاء طبعا في بعض المواد نحن مع الناس ما بتتطرق لها أبدا بسبب غلاء أسعارها يعني اليوم المواطن العادي اللي كان بعيش أدنى عيشة بنحسن بنقول نحن قبل الحصار يحتاج لما يقارب 10,000 يوميا لحتى يحسن يسد رمقه هو وعائلته. بالإضافة أنه الغذاء الموجود كمان أيضا يعني هذا لا يكفي حتى الغذاء الموجود يعني في بعض الأغذية مثل الفيتامينات غير متوفرة طبعا بسبب عدم وجود خضروات كافية أو فواكه معدومة أبدا فهذا الشيء يعني ينبئ بأنه كمان نقص تغذية رح يكون فيه كتير كبير في المدينة.